انا درش درش زي الدرش. البرهان مرق هاي، البرهان مرق وحميدتي ما عارف قاعد تحت شجره ولا بتاع. فانا برسل رساله برضو بالنسبه لخصوص برهان مرق وما مرق ده، لكن خلينا نشوف الدرج ده اول حاجه نشوف، لانه في كميه بتاع يا جماعه مطر وذن براك وين. انا الموضوع بتاع البرهان ده جاي له في النهايه كويس، انا ما داير المطر وذن براك ده وين يا جماعه. الناس تعمل لنا شير بقدر ما تقدر نغش. حشود حشود، انت ما بخلوك تدخل على الحشود دي، جايه داخله زي ده، زي البركان زي البركان زي ده. ان شاء الله بيفتشوم لك يا زول، بتمطر فيهم جبان ما براك، داك ما مطر ده بتمطر فيهم جبان. يعني يوميا جايين خاشين 20,000 30,000 40,000 يضيقوا عليهم الخناق. الناس دي بعد شويه اللي ياكلوا فتريتها، لانه ما في افران ذات ياكلوا فيها رغيف. ناس تعمل لنا شير بقدر ما تقدر، تحياتنا. الله يفيه 3300 وشويه، تحياتنا، شكرا لكم، شكرا للشير. ما تسمعوا يا جماعه، ما ترجعوا ورا، ما ترجعوا ورا نهائي. ما في زول يقدر يشق الصف على الاطلاق مهما كان. نحن ابطال ونحن الاسود ونحن ابطال. طبعا الليله البرهان ظهر زي ما شايفين يا جماعه، البرهان ظهر والمهم قاعد طول، فلسه لسه الحشود لسه ده البرهان. مش انتوا دايرين البرهان يا جماعه؟ مش همتي ده قال داير البرهان وانحنا والله والبرهان وشمس الدين وجيبوا حي واكلوا ني. يا هو ده البرهان قاعد في الغابه العامه، يا هو ده مره قال لي اطلعوا من بيوت المساكين والغلابه والتعابه، امشي لهم يا هدى، يا درشكم يا درشتم، ولا كيف يا جماعه؟ الناس اللي قاعدين هنا كان داكات على شفاطه كلكم، الناس اللي قاعدين هنا برهان مره، وهو قال دير والله العظيم اقسم بالله والبرهان ده، وانا والله الا اجيبه حي واكله ني. يا هو ده يا جميل والله، عيب 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 والله، عيب عيب عديل كده. برهان مرق عديل هنا يا تاجر يا هو ده. انت عارف برهان مرقته دي، انا بختلف مع الجيش، لكن طبعا الحصه وطن، الحصه وطن. الجنجويد ده احنا لا يمكن نسانده ونقيف معاه على الاطلاق، لانه غزو، ده نقطه مهمه جدا. وده واحد. نمرة اثنين، البرهان وقت مرق وطبعا كان قاعد في غرفة بتاع العمليات بوجه هم وشمس الدين كباش كده، شرق غرب جنوب اكل وضاق نجد، لكن الليلة مرق معناته الشغلة دي انتهت يا جماعة، انتهت يا جماعة. جنجويد خلاص. انا دير اقول لكم انا ما عندي شغله بالبرهان ولا دير، كلهم بمشوا، برهان هيمشي، كباشي، كلهم بيجوا ناس كبار ذاتوا هيفوتوا المؤسسه، المؤسسه باقيه. لكن انتوا يا جنجويد انا اتحداكم، انا اديتكم 10 يوم من يوم الليله، ادوا الليله يوم كم؟ اديتكم 10 يوم، خليه زوركم يمرق بس برا. انا حداك حدا اي جنجويد هنا بس، دول خليه يمرق بس، يمرق زي ده بس، يشوف له. ما عندكم قيادات طبعا صح؟ كدعم سري ونحن اولاد جنيد واولاد بتيخ واولاد تراي و و و ويجي ويجي امرقوا امرقوا امرق روحكم امرقوا بس، انا داري امرقوا بس. تمام والله جد ده مش البرهان مرك هاي، بس امرقوا لنا بس. طيب في خالتنا انا جميل طبعا جبتها، وكان الزمن بدري شويه. نحن يا جماعه ماشيين قدام، ما راجعين ورا، ماشيين قدام بس، والحصة وطن ماشيين قدام بس. برهان يمرق ما يمرق دي ما شغلتنا، ما الجيش شغال خير، البرهان الجيش شغال تمام، المؤسسة قاعدة والمؤسسة تكون باقية وقاعدة وموجودة وبتمثلنا المؤسسة. خد النظر. طيب في خالة كده قالت كلام جميل انا كيفني جدا، الناس تعمل شير بقدر ما تقدر، اعصروا اللايف ده 3600 نفر، اعصروا كرر كده والله. انا لا بشكركم جدا يعني، عصروا اللايف ده خليه يمشي يا زلمه، يقفل ال 4000 عصروا الكلام ده، ما وراه كلام انه نحن عارفين البيوت اللي بدي الطعام للجنجويد وعارفين اي حاجه، نزلوا لنا السم ينسمم الجنجويد يعني السمم نحن ذات الرفوف. اقسم بالله العظيم رجاله حمراء والله، حمراء عديل كده بس. وانا كلمت من الناس، قلت لك مسجلينكم بالنيم، الناس اللي قاعدين في الخرطوم تساعدوا الجنجويد، والله نصيحتي لكم ارحلوا. انا جميل الكنداكه دي جبتها جبتها جميل، لكن شنو؟ انا بقول لكم ارحلوا،
والله العظيم اقسم بالله السجون بتتملي وجايكم البل لما تتكيفوا ذاته. طيب ناس تعمل لنا شير بقدر ما تقدر لانه الليله انا حفتح عليكم الدعاوي بترجال والله والله العظيم قطع ناشف ودي برضه دي برضه بترجال كويس اديك لها هنا برضه السلام عليكم تحياتنا قدام بس اي واحده اتكلمت صادفتني في التيك توك انا لقيتها في اليوتيوب بجيبها طوالي عشان ترفع الروح ما في قال لك لون رمادي ها بنفسجي وكده ما في انت انت ضد الجنجويت ولا لا بس ضد دارفوري وسطي شمالي جنوبي المهم كائن من كان انت ضد الجنجويت ولا لا بس والله انا ضده وكمان ضد العسكر افجغ الجنجويت وافجغ العسكر الاثنين سوا ما عندنا مشكله ما في انت ما في يا ضده يا ضدنا الاثنين يا ضد الجنجويت ده طبعا خصوة يعني اولى يعني ده حاجه ده مفروغ منه زول ما ضد الجنجويت ده انت زول خاين زي ما قالت الكنداكر طيب نمشي قدام شويه تحياتنا يا جماعه تحياتنا تحياتنا قدام نمشي قدام طبعا اللي ابن كلبي ده ده جنجويت ربعت ويعرف نفسه هو خلاص حمام ميت ويعرف نفسه خلاص زي البروات الصابونه في الايد وزي القرموطه في الطين طوار رجع قال لك زول انا بعرفهم قال خلي زول يتواصل معي انا والله تعال انت وحبوبتك وجد جدك ذاته وندقك مطفئيه وندقك سخوي والجره ذاته ونطلع منك ندوسك شفت التاتشرات دي دوسناهم كيف بالدبابه بنطلع فيك زي ده بنطلع في راسك بنفجق ونقطع لك اثنين توهمي ولا شنو ده واحد وقال قال يا اخي قال الضباط اللي في الجيش قال حلباوي وما اعرف كده ورزيقي وبتاع قاعدين تصفهم اذا كان انت ولاءك للجيش ما في زول بقتلك انا ابشرك واذا كان ولاءك لحميتي لازم تقتل وتصلب تقتل تقتل وتصلب عديل يعني انت لو انت يعني في الجيش ده اسمه شنو يا جماعه؟ طابور خامس لو انت بقيت طابور خامس وقدرت تنتمي لاحلك ارقيا ولا اثنيا يا اخوي هوي طوالي ولا دي يعني احنا بعد ما بنسال قبيلتك شنو ولا حبوبتك منو؟ ما عندنا لا حاجه ندوسك طوالي وصحيح كلامه اي الناس دي كتار طبعا في الجيش يتمردوا كويس وهيمتي كان اشتراهم بقروش الان بس الى دك دك اجمالي دك ارحل من الدنيا دك 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 بعد ذاك انت تعال كوري قول حبوبتك تلوها جغموها دي ما شغلتنا هنا ده ما بهمنا والله ما بحرك مننا شفت ساكن عرفت كلامي؟ ده جنجويتي كبير هو يا دول انت ما بتعرفه زول ده زول ده كان يشتغل ويفتر وقلت ادب قلت ادب جدا انت ما تعرفه ها انجهية وكده وبتاع ما يعرفوا نفسهم برجو ومع الجو ديل كلهم مستوطنين الجدد ديل تشات مستوطنين جدد برجو ومع الجو عشان كده عارفين قاعد يبكوا لانه الطفل لو فطمه لازم يبكي طبعا لانه الرضاعة ما فيها الليلة طيب كويس طيب في واحدة قالت شنو انا الليلة شغال تفكيك تفنيد هاد الجنجويت الشغالين يا مادة لانه ده اخر كرت فضل لهم ودقوم لك ضربهم ضربة من حديد عرفت كلامي؟ فالصوت كيف يا جماعة؟ كويس؟ فالمهم قال لنا لو نحن انتوا اهل ده طرفنا منكم انكم مارقين يا صالح يا شماشة طرفنا منكم اي المعشينا منكورة عشينا منكورة الشينة دي منكورة ما في زول بيقول يا جماعة تتكلموا كيف انتوا؟ قال لي يا زول أنتوا مارقين يا أن أبوكم لابول جنجويد لابول كب أول حاجة الكنداكاتنا كروم حطب قال لنا إحنا الناس دي ما نعرفها عشان ما في زول يجي ينط في قبائلنا دي يقول لنا إحنا جنجويد بتاع أنا ما كلمتكم من زمان تتذكروا نبحتكم وكلمتكم إلا بعد يدقوا همتي ده يعرضوا زي ده بعدين تيجي تطلع يتكلموا ما كلمتكم قلت لكم اطلعوا ودافوا عن قبائلكم دي وقولوا الناس دي اليوم زمان كان بحددكم في ميتي حسي في ميتي ما موجود انتهى خلاص تعالوا اطلعوا يتكلموا اطلعوا مليونية يقولوا نحن قبائلنا كده واحد اثنين ثلاثة والناس دي المرتزقة وكلاب وكده و و و و و عشان على الحق على الاقل الناس يجيبوا مال طيب نمشي قدام شوية شفت الشغل ده كيف؟ شغل ماشي يا زلمه شغل ماشي
شغل ماشي شغل ماشي جد، عرفت كلامي؟ شغل ماشي والتعبيات شغالة، التعبية شغالة بالسوداني، ما بيعرفوا ما بيعرفوا. المشكلة ما أي زول لابس كاكي ده بس خلاص ده عسكري، الناس دي جد عساكر، 3/4 عساكر، الخدمة الوطنية الدفاع الشعبي كانوا عساكر والمرأة